بمناسبة تخليد الذكرى 11 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أقيم بتفلت حفل يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المؤسسة والرامية إلى أنسنة الوسط السجني وإعادة إدماج السجناء في المجتمع، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك أكد في كلمة تليت بالنيابة عنها أن المؤسسة لم تدخر أي جهد من أجل بلورة وتنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على الحرص على توفير الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية والنهوض بها وصيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم. ندرج هذا الحفل في إطار تخليد الذكرى 11 لتأسيس المندوبية العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي مناسبة لتقديم الإنجازات المحققة من طرف المندوبية العامة خلال السنة، وكذلك للاحتفاء بموظفي المندوبية العامة وتقدير مجهوداتهم وعرفانا كذلك بتضحياتهم التي يقدمونها طيلة مشوارهم المهني. هذا الحفل الذي جرى على الخصوص بحضور عامل إقليم الخميسات وممثلي المصالح الخارجية والقطاعات الوزارية تميز بعرض شريط مؤسستي عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يبرز أدوارها وأهدافها. كما تم تسليم أوسمة ملكية لثلاثة موظفين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومنح شهادات استحقاق لتسعة موظفين يمثلون مختلف المؤسسات السجنية، وذلك تقديرا لجهودهم الدؤوبة لفائدة هذه المؤسسة ولتعزيز إدماج السجناء.